السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مولس لوكي في العادة، والحقيقة في الدقيقة. أنا جيت اليوم خاصكم تكملوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر، ما تزابيوش وعرفوني شنو غادي نقول لكم. نتوما كتعرفوا مولس لوكي الحقيقة في الدقيقة. أنا ماشي جيت نجاوب البدوية، وإنما جيت نجاوب عليها وما عليها. كيما كتعرفوا نتوما البدوية كتعطيها غير 50 درهم ولا 100 درهم كتبقى تشكرك فلان 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 فلان، ياك. وكاين واحد خونا لكن في فرنسا اللي عنده واحد الصوت نسوي، بحال هو استغل هاد القضيه ديال هاد البدويه بحال الماكينه، ولا مره كيعطيها غير شويه، مثلا كيعطيها هذوك بيضيك بركه. ما علينا، ندخل معكم في الموضوع. الحقيقه في الدقيقه. دابا انت قلتي عطيتي للبدويه 8 مليون. اولا اللي كيعطي اللي كيشد ما كيعطيش، واللي كيقول ما كيديرش. هاد الكلمه وارثينا من جدودنا، اللي كيقول ما كيديرش. اولا انت بعد كتبغي تعطي لامك وكتقول امي البدويه، سير ترحم على امك، سير دير على امك صدقه، دير عليها صدقات الله يرحمها، سير دير عليها صدقات، سير تهلا في خوتك، سير تهلا في اختك، والخبار في راسك. سير تهلا في راسك اولا، انت بعدا تهلا في راسك. راك بنت ليام بهدل، بارك تما في هذيك العروبيه ديال فرنسا تماك يوم، وجيبو فم وقول، وساكن عند الناس. كون كنتي ساكن في ديارك بعدا، ساكن عند الناس، الله يخلف على الجواد اللي يعطوك فين تسكن، ويعطوك فين دير الفيديوهات، ويعطوك فين تقول امي البدويه. شتي داك التحصليص ديالك 2024، هادي ما بقيناش، ولينا فاهمين كل شيء. وجاي كطول، جاي كطول على خديجة طورينو، لا لك، وما غاديش تقدر توصلها ماديا ومعنويا وبزاف ديال الحوايج وعلميا. تقدر تضرب 20 عام في اليوتيوب وما غاديش توصل لخديجة طورينو. اولا انت بقاريش، ما كاين لا 20 عام ولا 20 عام، اولا انت اصلا ما قاريش، دوك الحروف ما كتعرفهمش، ما كتعرف من الميم. من انت اللي قلتي كتقول باغي تدي ولد البدويه لفرنسا، سير دي خوتك، سير دي عائلتك، راه هنا في المغرب راه خوار فراسك، سير ديهم باش يدبروا على راسهم. كتقول انت انا مدبر على راسي، انت شنك ساكن عند الناس. كتقول غادي ندي البدويه للحج، سير الحج دي ليه راسك. انت شحال في عمرك؟ الخبار في راسك، راه صافي. كنا وكنتو، انت يلاه فقتي في هاد اليوتيوب، ما حنا طبنا 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 في اليوتيوب. انت جيتي البارح ودرتي قناته وكبر لك الشان، وليتي بغيت تطلع القناه ديالك انت وتقلب على ميم ميم. ما خليتو لينا احنا اللي في المغرب هنا، ما خليتو لينا ما نقولو. ملي ولا واحد في فرنسا وكيسعى وسميتو باش يطلع القناه ديالو، كيضرب في الناس باش يطلع قناته. ايوا احنا في المغرب شنو خليتو لينا؟ ما خليتو لينا والو، ما خليتو لينا ما نقولو. انت اصلا حصلنا عليك شي كذوب. وملي هدرتي مع خديجه طورينو فهمتي، وقلتي القناه، وفي الاخر خرجتي كتضرب فيها وحلفتي، وكاين شي حلوف اخرى ثاني عاوتاني كتحلف وكتخرج. انت اصلا كذاب، انت السعاي كتسحابنا حنا ما عارفين والو. وسير اصاحبي دير الخير، اصاحبي تشوف دير الخير في العائله ديالك، في خوتك، في اختك، في عاد جاي دير الخير في البدويه، باش كتسحابنا حنا ما عارفين والو. ها هما الناس بداو كيخرجوا من عندك، شي هذوك الناس اللي دخلوا من عند البدويه وجاو عندك، ها هما بداو كيخرجوا من عندك. علاش؟ حيت ما عندكش مصداقيه، حيت كذاب، حيت هذا الكذوب عندك اللي غادي يبيه في القناه ديالك ها هو عيسالي. احنا لما ماشي كنديروا قناه باش نكذبوا على الناس، كنديروا قناه باش كنهضروا بواحد المصداقيه وبواحد العفويه، وداك الشيء اللي عندنا كنقولوا. وما الا كنتي ما عندكش مصداقيه، راه يدخلوا عندك اليوم وغدا يخرجوا من عندك، صافي وباي باي مشاهده. انت اللي كتقول انا عنك كنعطي للبدويه ونعطي لهادي، هذيك البدويه راه تشريك انت ومن معاك. شتي البدويه تشريك انت ومن معاك، سمعتيني يا هامه الليل؟ هامه الليل ديك النهار شتيك خارج وكتقول القنوات الصغار غادي نسد، القنوات الصغار غادي ندير، القنوات الصغار غادي ندير. اللي كيقول ما كيديرش، سمعتيني الصوت النسوي،
وهذه هي الحلقه الاولى اللي غادي نبدا معك دابا انا. احنا نديرو انت دابا ليا المحتوى ديالك هو البدويه، راه شحال من واحد كان المحتوى ديالو هو واحد الشخص ولا واحد الصغير ولا واحد السيد ولا واحد السيده وكتسالي المهمه. شي دابا انت المحتوى ديالك هو البدويه، غادي تسالي المحتوى، ها هو غادي تسالي ونشوفو اشنو غادي دير. انت خارج كتضرب بالناس، خارج كتهدد بالقنوات الصغار بلا عدسة القنوات الصغار، خارج كتضرب في خديجة طورين وكتقول وكتقول وكتقول. انت الحقيقة ديالك بانت في الاول، كنا خليتي ديك الحقيقة ديالك بعد حتى طلعت لك القناعات، تضربتي بدا واحد 200,000 ولا 300,000 وجاي كتطاول على لالاك خديجة طورينو وما غاديش تقدر توصلها وليدي. ولا وصلتيها علميا وماديا، والتعامل ديالها مع الناس والخدمة ديالها مع الناس واعر عليك خديجة في جميع الحوايج، وغانية على الصعيد العالمي. أولا الديور اللي عندها في المغرب ما عندكش، الديور اللي عندها في إيطاليا ما عندكش، الأموال الفلوس تبارك الله رزق هذيك الرزق اللي عندها، فلوس فلوس ما عندكش، الحياة السعيدة اللي عايشة هي ما عايشاش أنت، أنت عايشة في عروبية. وتحية لجميع الناس اللي عايشين في العروبية، هادوك الناس واعرين وعقليا ماشي مكرخين بحالك. تحيتي للناس اللي عايشة في العروبية. أولا أنت واحد النقطة إلا ديتوها خودي العزاز، لبسة وحدة عندك زوج لبسات، كل مرة كتلبس وحدة وفي فرنسا وكتقول غادي ندير البدوية للحاج، أنا عطيتها 8 مليون، أنا هادي، وأنت كتقلب على المشاهدة. ونقول لك واحد الكلمة غادي نوصل هاد لخوتي اللي الناس المتتبعين ديال البدوية، سمعوني مزيان، وصلوا هاد، هزوا هاد القايطة وعطيوها للبدوية، سمعوني، سمعيني البدوية، أنا وفي انجلترا أنا مول سلوكي غادي نقول لك هاد الكلمة وسمعيني مزيان، وها الفيديو وها هو باقي وغادي نفكك، سمعيني البدوية سمعيني مزيان. شتي هاد خونا اللي كتقولي انت ولدي في فرنسا، انا وفي انجلترا ليك في الاخر غادي يرجع يضرب فيك، وغادي يرجع يضرب فيك نيت بالمزيان في الفيديوهات وفي اللايفات، غادي يقلب لك كلشي على ظهرك. انا وفي انجلترا ليك وهذه حقيقه. هذا خينا البدويه راه خدام غير باغي يطلع القناه ديالو، وانا في انجلترا ليك، وانا في انجلترا ليك باش نقول لك كيبغي القناه ما كيبغيش شتي، كيبغي الناس ديالو كيدخلوا عندهم ما كيبغيش شتي. نوصل لك هذه المعلومه. شي هذيك اللي كان هذيك اللي عايش في مدينه سلا، هذاك اللي قلت انت مع السلاوي ولا سميتو، سمع شتي شنو دار، كان معاك وبزاف ديال الحوايج وسميتو، شفتيه دابا ليا باش تعرفوا الناس اللي ما صادقينش، الناس اللي ما كيكونوش صادقين حتى مع روسهم هما، غادي عاد هما كيصدقوا مع الناس. البدويه هذا خونا اللي كتقولي ولدي في فرنسا، انا وفي المثالي سمعي كلامي ما تسمعيش، هذه حقيقه في الاخر غادي يرجع يضرب فيك، هذه حقيقه. انا وفين قلت لك، انا وفين قلت لك انا مسلمي، هذه حقيقه غادي نسطر عليها انا، وماشي بعيد، قريبا قريبا غادي يرجع يضرب فيك في الفيديوهات وفي اللايفات. انا وفين قلت لك هذه حقيقه نسطر عليها. الحمد لله انا عندي واحد التجربه في الحياه وكنعرف بنادم. شتي هذاك السلاوي، شتي شنو كيدير ديك في الاول، كان كيقول مي البدويه، مي هادي وكذا وهادي وبزاف ديال الحوايج، وشفتي دابا شنو؟ باش تفيقي مزيان، شتي انت البدويه باقا ما فقتيش، باقا ما فقتيش فهمتي، باقا مازال خاصك بزاف باش تفيقي. هادشي اللي كنقولو لخديجه طورين، وانا مازال خاصك تفيقي، خاصك بزاف تقراي بزاف، مازال خاصك تقراي في اليوتيوب باش تفيقي، مازال ما عارف والو. والمهم اخر الكلام ديالك انت، اخر الكلام مول البدويه، كتقول مول البدوي، اسمعني مزيان، اخر الكلام كتقول دوك 8 مليون عطيتي من البدويه، سير تهلا في خوتك والعائله ديالك وديال ايه فرنسا. كتقول بغيت ندير البدويه للحج، سير دير راسك ودي العائله ديالك، حيت انا كنعرف اللي كيدير الخير بشي واحد خاص تكون عائلته مها اللي فيها هي الاولى، عاد كيشوف الناس اخرين، هذه حقيقه. ماشي مثلا نخلي خويا ولا اختي ما عندوش وكنمشي نعطي لواحد اخر، شنو والو. اذا انت
شنو كتسمى هاسلاس، لا علاقة ما بينك وبين الواقع. هذه هي الحقيقة في الطاقة ديال مول سلوبي، وغادي نخليكم في هذا الفيديو الجاي، حيت عندي فيديوهات منوعين، انا فيديوهات زوينين. تبارك الله عليكم، والى اللقاء في الفرصة القادمة. كان معكم مول سلوبي ولا عمكم.